معي عبر الهاتف من الريحانية سيد عاصم زيدان، مدير حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة في سوريا. هل ممكن أن نعرف تفاصيل إضافية عما يحدث في إدلب اليوم سيد عاصم؟ نعم، تحياتي ميسون لك ولمستمعين قناة الآن. أهلا وسهلا. اليوم منذ الصباح الباكر شنت هيئة تحرير الشام هجوما على بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي، وهي بلدات خارجة عن سيطرتهم منذ فترة. وكان هذا الهجوم هو هجوم ضعيف جدا، ولكن التركيز الأكبر كان على مدينة معرة النعمان التي يحاول الجولاني وعصابته السيطرة عليها بشتى الوسائل، واستغلال وصول دفعات من ريف دمشق ومن الغوطة من مقاتلين هيئة تحرير الشام وحلفائهم لزجهم بهذه المعارك، ولكن فشل في اقتحام مدينة معرة النعمان اليوم، وكبد خسائر كبيرة، قتل العشرات من عناصر جبهة النصرة أو تحرير الشام، بالإضافة إلى أسر بعض المقاتلين. القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي استعادت جبهة تحرير سوريا السيطرة عليها. مثل هل تضررت هذه القرى خاصة وخان شيخون بريف إدلب؟ يعني المناطق هذه والقرى، إن كان معرة النعمان أو خان شيخون أو غيرها، هل تضررت؟ هل نتحدث عن خسائر بشرية مادية؟ نعم، في مدينة معرة النعمان فقط قتل 4 أشخاص من أبناء المدينة، من بينهم مدني، بهذه الاشتباكات التي جرت. كذلك الأمر قتل مدرس على الطريق الواصل بين بلدة المنس ومعرة النعمان برصاص هيئة تحرير الشام التي تهاجم مدينة معرة النعمان. إصابات في صفوف المدنيين في المدينة، لكن باقي المناطق الاشتباكات كانت على أماكن متطرفة من الأحياء السكنية والبلدات، لم يحدث أي إصابات أو خسائر بشرية. الخسائر كانت في مدينة معرة النعمان. أنا أشكرك جزيلا من الريحانية سيد عاصم زيدان، مدير حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة في سوريا. شكراً.